التعليقات ديالي، راني ما كنساكمش وما كنساش التعليق ديالكم. الناس اللي طلبوني على الوصفه اللي شخصيا شافتني من بومزوي، الحمد لله المعاناه القاتله والتعيسه اللي عشت معاه رجعت لي الضحكه ديالي ورجعت لي الابتسامه. حتى انت اللي كتشوفيني اولا انت اللي كتشوفني بهذه المكونات اللي غنشارك معكم، ديروا نيتكم وبارطاجيو بهذه الوصفه وديروا هذه الوصفه وردوا عليا الخبر. المهم الكبيدات قبل ما تفرجوا في لا فيديو ما تنساونيش باللايك والبارطاج باش هكا تعمل فائده ودخل الفرحه لقلوبكم. يلا كبيده خليكم معنا فيديو. السلام عليكم كبيدات ديالي، السلام عليكم يا اغلى كبيدات اغلى متتبعات ديال قناه كرتر فلوجز. نبداو النهار ديالنا ولا فيديو ديالنا بالصلاه والسلام على النبي، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه الاجمعين. شكرا لكم على التفاعل ديالكم، شكرا لكم والف تحيه لبنات بلادي وبنات مدينتي اللي اختكم عليا، الجاليه المقيمه في الخارج اللي اختكم عليا، وتحيه خاصه والف شكر والله القسم الا كنشكركم وكنعيا ما نشكركم ما غنوفيش لكم الحق ديالكم. شعب الجزائر وبنات المتتبعات ديالي من الجزائر تحيه لكم على كلامكم العسل. ما عمرني ما جاتني شي متتبعه من الجزائر وقالت لي شي كلام قبيح او لا سباتني او لا جرحتني نهائيا. تحيه لكم على التراب ديالكم، تحيه لكم على كلامكم الحلو وكلامكم العسل وحبكم لينا اللي اختكم علينا. والله القسم الا كي قلت لكم نعيا ما نشكركم وما نوفاش لكم حقكم، تحيه لكم خاصه. وكذلك الف شكر لبنات بنادي واللي اختكم عليا كلكم على التشجيعات ديالكم. انا جيت ندير لي تحيه حيتاش بزاف كيجيني تحيه لكم من الجزائر، كنحماقوا عليك بنات الجزائر وحاولت انني ندير لهم شكر والشكر قليل في حقكم على ديك الهضره الزوينه. كيف ما شفتوا في العنوان بزاف ديالي، كيف ما شفتوا في العنوان المعاناه ديالي مع بومزوي اولا الحاجه اللي شافتني من بومزوي، حيتاش بزاف كيجيوني ديال التعاليق وانا ديجا نبارطاجي معكم الوصفه اللي شافتني شخصيا وكيقولوا لي بغينا هذيك اللي استعملتي. يعني الناس جاوا جداد ووصفات تبارك الله عندي كثار في القناه، يعني ما عرفوش اين وصفه ما عرفوش اين هي. بلات انا غنبارطاجي معكم الوصفه اللي شافتني شخصيا حيتاش انا عانيت منه بزاف وحيتاش حاسه بكم وكنحط لكم الوصفات وكنتقاتل معكم. ربي اللي شاهدي من كل قلبي كنحط لكم داكشي بحال انا اللي هي داكشي وانا اللي كنعاني، حيت فعلا عانيت منه وشفت منه الموت وكنت بغيت نخسر بنتي وبزاف ديال الحوايج. يعني شفت الموت بعينيها انني صافي كنت تنسين هساتي وكلشي، ولكن الحمد لله البنات ربي شفاني. كل داء عنده الدواء ديالو الحمد لله. هذاك الشيء علاش وليت كنحمق على شي حاجه طبيعيه، على الوصفات، على شي حاجه تكون بيو احسن حاجه. انا بحالي بحالكم ما كنتش الحلبه ولا حبرشات ولا هادشي كاع ما كنت نعرفه، ولكن البنات وليت شي حاجه اللي عندي بحال شي حاجه اللي كنشربها بحال الماء، يعني ضروريه عندي في الحياه هي داكشي. علاش؟ حيت لقيت فيها راحتي، لقيت فيها صحتي، لقيت فيها عندي مشكله المعده الدواليه، مشكله بومزوي. كيف ما قلت لكم البنات بومزوي ما كيمشيش بمره، انما الا خديتي شي حاجه ديال الزنقه او الا خديتي يعني شي حاجه بارده او الا خديتي بزاف الكثرات الحليب ولا داكشي راه كتبقي كتحسي بالاعراض ثاني ديالو، ولكن كتبقي ديما تكلي عشيبات ما يخطاوكش. يعني فيما حسيتي بشي حاجه هكا في معدتك من صارنك في بومزوي كتبقاي دوك العشيبات تخرجي منهم والحمد لله كتحسي بالراحه. غادي نخلي لكم بعض التعاليق هنايا مديري ان الناس الحمد لله اللي جربوا الوصفه ديالتي الشخصيه وعطاتهم الشفاء سواء لهم كاين اللي دارها الزوج ديالو وتشافى، وتحيه لكم كبيره. الله يشافيكم كاملين والله يفرحكم كاملين، واللي بغى شي حاجه الله يحققها لي يا ربي. انا حاسه بكم حيتاش عانيت وعانيت عانيت، داكشي علاش كان ديما ما كننساش وكناخذ بعين الاعتبار الناس اللي كيبقاو يقولوا لي كوتر بغينا وصفتك الشخصيه. انا ديجا بارطاجيتها معكم وهاني اليوم تاني غادي نعاودها معكم باش تعمل فائده باش تجربوها. وكنت ديجا بارطاجيت معكم واحد الصديقه ديالي قالت لي هي اللي نفعتها، حيت سبحان الله كل واش كينفعوا في الذات ديالو. جربوا وكونوا على يقين انه ديروا قولوا بسم الله توكلنا على الله يا ربي تجيب عليها الشفاء. ديروا نيتكم في اي وصفه بتستعملوا هذا الشيء البنات، راه النيه هي كلشي. ديري انك بهذيك الوصفه ربي غادي يشافيك والحمد لله ربي كيجيب التيسير. نخليكم الكبيدات ديالي باش ما نطولش عليكم، كنبغي نعطيكم غير فكره وشي حاجه اللي نقول لكم داكشي اللي كاين. من بعد غادي نرجع معكم باش نقول لكم طريقه الاستعمال. نخليكم مع الوصفه والمكونات اللي الحمد لله لقيت عليها الشفاء ولقيت عليها الراحه ولقيت عليها بزاف ديال الحوايج. خليكم معها ومن بعد نرجع معكم. كبيداتي على بركه الله، بالنسبه للمكونات اول مكون البنات هو الحلبه. كلشي كيعرف الحلبه خصها تكون منقيه وهكا حبوب كيف ما كتشوفوا معايا، نفس الكميه في هذه المكونات كامله. جهد هكاك معلقه ونص كبيره ديال الحلبه. المكون الثاني النافع حتى هو نفس الكميه،
النافع حتى هو ضروري ما تنقيه، ولا كانوا فيه شي عويدات حتى هما تحيديهم، وما نقيتو حيدت منو العويدات لا كانوا. بالنسبه للمكون الثالث هو حب رشاد كيف ما كتشوفوا معايا، ها هو منقي، ضروري تيكونوا فيه شي حجيرات ولا شي حاجه، ضروري ما تنقيه. ها هو المكون الثالث. والمكون الرابع هو حبه البركه او لا حبه السوداء، كل واحد اش تيقول لها البنات، كاين اللي تيقولها حبه البركه وكاين اللي ما تيعرفش حبه البركه سميتها الحبه السوداء. ها نتوما كيف ما كتشوفوا البنات، غتمشيو عند العطار وغتقولوا لي هاد المكونات راه غنخليهم لكم في صندوق الوصف، وغادي تكتبوهم في ورقه وتمشيو بالتفصيل اشنو غادي تقولوا لي. نعاود لكم المكونات: الحلبه، هذا النافع، حب رشاد، وحبه البركه ولا الحبه السوداء. هادو هما المكونات. والمكون معاش كيتخلطوا هو العسل الحر. المهم ضروري البنات يكون العسل الحر كيف ما كتشوفوا معايا، ما بقاش ليا بزاف، ها هو شويه هو اللي غادي نستعمل في هاد الوصفه، حيت تبارك الله كانت القرعه عامره حتى لهنا. ايوا بهاد الوصفه خوات ليا كيف ما كتشوفوا. صافي البنات دابا غادي نبقاو غادي نطحن بواحد، ما غاديش ديروا هكا في الوصفه المكونات، غادي نبدا نطحن بمكون بمكون. خليكم معايا كيف ما قلت لكم كناخذوا نطحنوا كل حاجه بوحديتها. غادي نطحن الحلبه حيتاش تتكون شويه قاسحه، كل هاد المكونات شويه قاسحين، حتى هي حبه البركه شويه تكونوا قاسحين، اللهم ديروا كل وحده بوحدها. صافي نبقى المهم البنات بلا ما نصدعكم حتى نطحنهم كاملين ونرجع معكم. كيف ما كتشوفوا معايا ما بيش نصدعكم بالطحانه زمت المهم هانتوما كل حاجه كيف ما كتشوفوا معايا من بعد ما طحنات. هذا حب رشاد من بعد ما طحنها هو النتيجه ديالو، النافعات يا ريحته كلهم عاد يا ريحتهم هذا النافع. المهم البنات كيف ما كتشوفوا هكا تخليوه في الطحين. هانتوما نتمنى يكون تيبان لكم حبيباتي. هادي البنات الحبه السوداء او حبه البركه هكا تتولي، عشتو هي تتكون كحله وهكا تتولي فاش تطحن. والحلبه البنات الحلبه معروفه. صافي كنشدو البنات شي زلافه بحال هكذايا، كنبقاو نديرو كل حاجه. البنات تقولوا لي ما كيما طحنتو دقه وحده، بالنسبه للماكينه ما غاديش نطحنوا لكم مزيان، نخلطهم حيت اش يكون بحال الحلبه وحبه البركه قاسحين. اللهم هكا احسن كل حاجه فاش تطحن هكا بودر تتعطي المفعول ديالها. المهم غادي نخلطهم كاملين المكونات. صافي ونبقى كنخلطهم البنات هكذايا مزيان. صافي وناخذ البنات قريعه. بالنسبه للقرعه البنات تكون ديال الزاج، ما تاخذوش ديال البلاستيك، وتكون تتخطى. صافي غادي نشد غادي ندير فيها هاد الوصفه ديالي من بعد ما خلطيها مزيان، باش فاش تاخذي معلقه تكوني هزيتي منها كلشي كاع المكونات اللي درت. مهمه البنات هاد الوصفه بزاف 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 بزاف، شتي في بوم زوي اللي فيه القولون العصبي، وبوم زوي تتزيد في الوزن. بالنسبه للمرضعه زوينه لها الحامله، ما نصحاش المرضعه زينه ليها كتكثر لها الحليب كتغلظها بالنسبه اللي تضعف، ولكن الحامله البنات لا، هادشي فيه لي ريسك خصوصا فيها الحلب وداكشي وحب رشاد سخون وداكشي، ما مزيانش للحامله المرضعه ارى برا على البنات. وحنايا العاديين بحال هكا ها نتوما البنات، يعني بحال هادي غادي تدي ليا جويه هكا 5 ايام ولا 6 ايام، من بعدها ثاني راه باقي عندي مكونات في البلاستيك، من بعد غادي نعاود ثاني نطحن. صافي البنات نعاود ثاني نرجع معكم باش نوريكم طريقه الاستعمال. المهم دابا هاد المكونات اللي غادي نحتاجو دابا في الوصفه ديالنا، وغادي ناخذ كويس ديال الماء دافي ونرجع معكم باش نوريكم الفيديو ديالي. صافي رجعت معكم لطريقه الاستعمال. من بعد ما كتاخذي بحال هكا قرعه من الاحسن تبقي تحركيها باش المكونات ما تكونيش، فاش تاخذي شي معلقه ما تاخذيش شي مكون واحد ولا زوج، المهم تبقي تاخذي بحال هكا القرعه من الاحسن كي قلت لكم تكون قرعه الزاج باش تحتفظي بها، ماشي بالضبط ديرهم في الثلاجه العشيبه، ديرهم في المجار بلاكار اي بلاصه تكون مظلمه. المهم من بعد احسن حاجه البنات الا عندكم الله يعطيكم الستر، الا عندكم شويه العسل الحر ضروري، الناس اللي فيهم بوم زوي عافاكم العسل الحر ضروري لكم، الناس اللي فيهم بوم زوي
الناس اللي فيهم المعده ضروري ما يخدكمش العسل الحر، حيت هاد المكونات فاش كتخلطوا مع العسل الحر كتعطيكم نتيجه ونتيجه ناجحه في اقرب وقت. صافي الناس اللي ما عندكمش ماشي مشكل استعملوا الوصفه، هي ما تعكزوش عليها تقولي ما عنديش العسل الحر ونعكز عليها، لا ديري نيتك وتوكلي على الله ربي غيجيب الشفاء. المهم اول حاجه غادي تاخدي المكونات كي قلت لكم تحركوهم مزيان، الى عندكم العسل الحر غتاخدي جوج معلقات في اليوم قبل الفطور بنصف ساعه قبل ما تاخدي اي حاجه، غتاخدي ملعقه صغيره او ملعقه حتى كبيره ماشي مشكل وتخلطيها تاخديها هكا بحال هكا زليفه ولا شي طبيصيل وتحركيها مع داك شويه العسل الحر وتبقاي تاخديها تاكليها ومن بعد تشربي عليها الماء ماشي مشكل. ما عندكش العسل الحر غتاخدي معلقه ومن بعد تشربي عليها كذلك الماء، يعني تشربي معها الماء وفي الليل كذلك. ومن الاحسن في الليل الكبيده ديالي الناس اللي عندهم النبض في السره، قلت لكم قراءه سوره البقره ما غاصهاش تخطاكم، يعني واخا مريضه واخا ما مريضاش سوره البقره كتريحك كتهدنك كتديلك بزاف د الحوايج في صحتك. المهم سوره البقره عافاكم البنات ما تخطاكمش. المهم فاش تبغي تدهني من الاحسن دهني بزيت البلديه الا عندك، ما عندك زيت البلديه زيت القسط اللي عندي. المهم دهني السره ديالك مزيان ودهني البطن ديالك مع الدعاء ومن بعد شربي ديك المعلقه اخر حاجه حتى تبي تنسي، ما تبقايش ديري شي مجهود اولا تفرجي اولا ديري شي حاجه اخر حاجه، يعني حتى تبي تمشي لوسادتك وتنسي تاخدي ديك المعلقه مع العسل الحر الا عندك ما عندكش مع الماء ومن بعد تنسي والله يجيب الشفاء. داوموا هالبنات اكثر من اسبوع ردوا عليا الخبر واش عطاتكم نتيجه ولا لا، واش هدنت عليكم الالم، واش النبض حيد لكم مع داك المسيد هو اللي كيحيد، وكي كنت وريتكم ديما المسيد من الفوق للتحت وتحركوا بشكل دائري من الفوق للتحت وبشكل دائري والله يجيب لكم الشفاء يا صدى ربي من عنده. الله يشافي كل مريض، الله يفرح كل واحد حزين، الله يخطيكم عليا. ما تنسونيش الكبيدات باللايكات ديالكم بالتعليق ديالكم، الله يخطيكم عليا.